الطريقة 19 هي قريبة قوي من ال 18، ان انا مش هحكي لهم عن ذكريات طفولتي ولكن هحكي لهم عن ذكريات طفولتهم هم. ذكريات طفولتهم هم وهم صغيرين كانوا بيعملوا ايه؟ وهم صغيرين كانوا بيعملوا ايه؟ الانسان يسعده ان يذكره غيره بالخير، فما بالك واحب الناس الى قلب الابناء هو من يذكرهم ويشهد لهم بالتفوق والرضا. اي انسان مننا كان لسه حد امبارح بيكلمني، حد من زمايلنا الاحباب في اسكندريه في بورسعيد، فبيكلمني فبيقول لي امبارح كنا في لقاء مع حد من مشايخنا الكبار جدا، فبيقول لي سبحان الله احنا امبارح وانا عند الشيخ الشيخ افتكرك واثنى عليك بالخير. اول حاجه قلتها له قال لك ايه؟ تحصل معاكم؟ قال لك ايه؟ وحكى طب بص طب قول لي بقى، لا بص 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 بالتفصيل الممل، كلمة كلمة وما تنساش. طب زاد حاجة؟ طب الإنسان دايما زي ما قلت لكم بيحب إن يسمع إن حد بيتكلم عنه بحاجة كويسة. أولادنا نفس القصة، ما أنا قلت لكم إحنا أولادنا وأولادنا إحنا، الحاجة اللي هتفرحنا هتفرحهم. الإنسان يسعده أن يذكره غيره بالخير، فما بالك وأحب الناس إلى قلب الأبناء هو من يذكرهم ويشهد لهم بالتفوق والرضا. بخاصة يا ابني انت مرمطنا وانت صغير، وبخاصة في اكلك وفي شربك. زمان وانت صغير جبت طبق الشوربة قلبته عليا، قلبوا الموضوع ضحك وهزار. مش لازم دايما كل موقف اقوله علشان اعلمه حاجة، خلونا دايما في بعض الاوقات يعني كلام عادي، كلام عادي. في مرة وانت صغير عملت كذا، وفي مرة وانت صغير عملت كذا. حاجات دي بتفرق جدا في نفسية الاولاد. احكي لابنائك عن يوم ولادته وكم كانت سعادتكم به. طبعا يعني الكلام ده في نظر، طبعا هو يوم ما تولدوا اصلا كان يوم صعب جدا، ويوم يعني ربنا اللي عالم بقدر بس احنا كنا فرحين جدا رغم التعب والعناء والشده والمصاريف اللي اتصرفت يا ابني، الا ان احنا ما شاء الله كنا فرحانين ومستنيين اليوم ده. وماما جوه في العمليات انا قاعد حاطط وداني كده على الباب علشان اسمعك وانت نازل كده عمال تعيط. الكلام ده بيغير تمام من نفسيه الاولاد، بيسعد الاولاد جدا. وفي نفس الوقت انا لما اقول لابني انا كنت فرحان جدا يوم ولادتك برضو بتسعده بتفرحه. احكي لابنائك عن اول يوم حبا حب فيه، اول يوم الولد مشى فيه، اول يوم مشى فيه واول كلمات نطقها ماما وبابا. احكي لابنائك اجمل لحظات السعاده، واحضر لهم كتالوج الصور ومواقف الفيديو الخاصه بهم، واحكي لهم عن العابهم وهم صغار. التطبيقات العملية، كتالوج الصور، إذا جلسوا بجوارك فاغتنم الفرصة واحكي لهم مناسبات هذه الصور. احكي لأبنائك بعض المواقف. أنا لن أنسى أبدا والدي، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه، والدتي، والدي كان عنده كتالوج صور كبير جدا، يعني أنا أقدر أقول من وأنا صغير لحد يعني محتفظ بالصور دي. حاضر، هنخلي بس السؤال ده معانا كده في الآخر، فكروني بيه. احكي لأبنائك بعض المواقف الطريفة من حياتهم.